السلام عليكم. النهاردة هنعمل كشري الحلة الواحدة، طبعا كلكم سمعتوا عنه. هنعمله النهاردة بطريقة سهلة وبسيطة وفي حلة واحدة، وهناكل أجمد كشري في العالم في نص ساعة بقى، ونكون خلصنا كل حاجة من غير بقى غسيل مواعين ولا حلل ولا أي حاجة. المهم يلا بينا نبدأ الطريقة. معانا هنا كم بصلاية كده هنقطعهم جوليان، وهننزل عليهم بمعلقة من الدقيق ومعلقة من النشا. والله في مدرسة تقول احنا بنحط دقيق ونشا، وفي مدرسة تانية تقول لا احنا ما بنحطش. هي اذواق، الاكل في الاول وفي الاخر اذواق، حسب ما تحبي. تمام، هنبدأ نقلبه كده عشان نفرد البصل كده من بعضه، يعني عشان واحنا بنحمره ما يبقاش متكتل كده على بعضه. تمام، في حلة على النار هنحط شوية زيت حلوين كده محترمين، عشان هنستعمل الزيت ده بعد كده، هنستعمله في الصلصة وفي الدقة. الاول هنحمر البصل. تمام كده، وهنشيله بقى من الزيت زي ما انتوا شايفين. هنصفي منه الزيت كويس عشان ما يبقاش فيه زيت يطري، وياريت نفرده على طبق او صينية عشان وهو فوق بعضه بيطرى. البصل طلع معانا مقرمش، هو لو مش مقرمش مش هيتكسر زي ما انتوا شايفين كده. تمام، شوية بقى من الزيت ده خدناهم حطناهم في حلة تانية عشان هنعمل منهم الصلصة. في بقى شوية من الزيت بقى بطعم البصل بقى بيدي طعم روعة. طبعا هننزل بكوباية من الشعرية، وهنبدأ بقى نقلب الشعرية كده لحد ما تاخد اللون الذهبي، وهننزل عليها بكوباية من العدس بجبة وربع كوباية من العدس الأصفر. عدس أصفر في الكشري المصري، جربيه وادعيلي. اصلا كده كده في المطاعم لما انت تجيبي طبق كشري كده محترم بتلاقي فيه عدس اصفر مع العدس بجبه، هما بيحطوا عدس اصفر مع العدس بجبه، فجربي مش هتخسري حاجه. يعني هو العدس كده كده طعمه مسكر في الاكل، هو مش هيبان بس هيديكي طعم حلو. تمام، وهننزل بقى بكوبايه من الرز المصري المحترم مغسول، وهنبدأ بقى نقلب كل ده مع بعضه، نشوحه كده يعني على النار تشويحتين كده، بحيث ان هو الرز برضو ياخد من طعم الزيت. وهننزل بقى بالمكرونة. تمام، اي نوع بقى مكرونة عندك انت حباه. في عندنا كده درج كلنا كده بيبقى فيه بواقي مكرونة، شوفي المكرونة اللي عندك وحطيها. تمام، هنا انا حطيت مكرونه من اللي هي الصغيره دي، ومكرونه سباكيتي. تمام، هنبدا نقلب كل ده مع بعضه، وهنبدا بقى نحط توابلنا. معانا مكعب مرق دجاج او مرق خضار، انا مستعمله هنا مرق خضار، حلو قوي وبيخلي الطعم كويس جدا. وملح طبعا وكمون، وهننزل بقى بالميه. الميه يا دوبك احنا عايزينها، مش كتير بقى عشان حاطين بقى مكرونة وحاجات من دي، لا احنا عايزين يدوبك في الحلة يبقى ايه، عقلة صباع كده زي الرز المصري العادي، كأنك بتسوي رز مصري ما تزوديش يعني من الاخر. تمام كده، هنسيب بقى الرز يشرب المية، واول ما يتشرب المية نبدأ نوطي عليه. هنا الرز اتشرب المية، شايفين مفلفل جدا جدا، مش معجن. المكرونة بدأت تستوى، دخلت في السوى، ولا معجنة ولا رز معجن ولا اي حاجة، زي الفل. هنوطي بقى النار عليه وينسوي بقى يعيش حياته كده براحته. يعني هنعمل بقى الصلصة، ده الزيت اللي هو كان بطعم البصل، هنحط شوية من التوم يدوبك ايه نشم راحته، يعني نشوحه كده، وهنقوم نازلين بقى بربع كوباية من الخل. وشمي بقى الريحة، هتلم عليك الجيران بقى. تمام كده، وبعدين ننزل بالصلصة. الصلصة دي انا مفرزناها يعني في الفريزر، بإذن الله هنزل لكم فيديو لطريقة تخزينها. والطماطم الوقت يعني رخيصة، نخزن براحتنا. يعني هننزل بقى بتوابلنا، ملح، فلفل، كمون، بتاع بابريكا، مكعب ماجي، برضو بيدي طعم حلو في كل الاكل. او لو ما عندكيش، في بقى اللي هي
المرقة الفورية دي طعمها حلو قوي قوي قوي، سواء فراخ أو لحمة، بتدي للأكل طعم جميل وريحتها روعة يعني. تمام، هنعمل بقى الحمص. أنا بعمل الحمص، بعمله لنفس معاملة إن أنا بعمل حمص شام بالظبط، عشان أدي للحمص طعم حلو وهو فوق الكشري. ومنه إن أنا عملت وصفتين، كشري وحمص شام. في معنى هنا نص كيلو من الحمص، ونزلت عليه بطماطمايه وبصلايه وكم فص ثوم ومعلقه من الصلصه ونص معلقه كده من هرسه الشطه وكمون وكزبره وبابريكا وفلفل اسمر ومكعب ماجي وملح. تمام، ورشه من جوز الطيب. جوز الطيب دي بتخلي الاكل تحفه، رشه بسيطه يعني، عشان ايه نتلاشى بقى اللي بيقولوا حرام ومش حرام، احنا بنستعمل حاجه بسيطه يعني، رشه كده تدي الاكل طعم. هننزل بقى بميه ونسيبه بقى يعيش حياته يستوي براحته. وهنعمل بقى الدقه في حله على النار، معانا برضو شويه زيت من اللي كانوا بتعمل البصل، وهننزل عليهم بكم فص من الثوم برضو يتشوحوا. واحنا مش عايزين الدقه تبقى حاميه علينا شويه، فهننزل بمعلقه من الكزبره ومعلقه من الكمون، وهننزل بكوبايه من الميه، مش هننزل بالخل الاول عشان ما تبقاش حاميه علينا يعني. واول ما تحس ان الميه بدات تغلي، نقوم نازلين بقى بنص كوبايه من الخل. تمام، واما تغلي في الاخر خالص بقى رشه من الملح كده، وهي بتغلي كده في الاخر عصرتين ليمون ونطفي عليها عشان ايه ما تمررش. هنبدا بقى نكون الطبق بتاعنا. شايفين الكشري يعني مفلفل بطريقه تحفة يعني، ولا معجن ولا اي حاجة. نكون كده طبق حلو يبقى شكله شيك كده معاكي على السفرة، مش عشان بقى احنا عاملين كشري بقى نأهمل في الطبق، لا، نقدمه بطريقة كويسة تفتح النفس. تمام، وهننزل بقى بشوية من الحمص. وهنا بقى عشان الاطفال طبعا بيغلبونا، فانتي ممكن بقى ان انتي ايه انتي مهتمه بيهم بقى وتعملوا لهم طبق بقى زي اللي احنا بنجيبه من بره واحنا جايبينه بقى ولازم تاكلوه. هما طبعا كل الاطفال بيحبوا الاكل من بره، فانتي تعمليهم المعامله دي كانهم الكشري جاي من بره اهو، فالاطفال يحبوا ياكلوه يعني. نحط لهم بقى صلصه، دقه بقى، حمص، بصل كده. ودي وصفتنا النهاردة، عملت طبق الكشري. واللي بقى محتاج كمالة بقى يبقى يطلب بقى، وعليه الورد والحمص بقى، وعملت جنبه شوية عيش بقى اللي هو المقرمش ده، العيش البلدي بتاعنا، حمرته في الزيت، وبعد ما اتحمر حطيت عليه رشة كمون ورشة ملح، حاجة كده وهم وهم وهم. تمام، ايه، يا رب وصفتنا تكون النهاردة عجبتكم، ويا ريت تجربوا الكشري ده روعة، وطبعا هيغنيكوا عن حلل كتير بقى، وتقعدوا تبهدلوا نفسكوا بجد بجد، نفس طعم اللي بره بالظبط وبألف هنا. ويا ريت تطبقوا الوصفة، ولو عجبكم الفيديو يا ريت تعملوا لايك وشير وسبسكرايب على قناتي كوكوز لنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.